ايه خير؟ سبتك النهارده. معقول ده؟ طيب متشكر يا ابو. عفوا بيه. طيب مين ده؟ مفيش حد. امال مين اللي كان بيضرب الجرس؟ ايه اللي جابها هنا دي؟ يا خبر، يا نهار مش فايت. ايه يا نبيل، ايه الحكايه؟ لا مفيش ايه؟ الجرس كان بيضرب. لا مفيش. هو كل حاجه عندك لا مفيش. انا سامع بنفسي الجرس كان بيضرب. ما انا سمعت انا كمان، بس مفيش حد. طب وده معناه ايه؟ معناه ان يا جوز بيتهيأ لنا، يعني ان حد بيضرب الجرس. تهيأ لنا؟ نبيل ايه الحكايه؟ مالك مرتبك ليه؟ أنا مرتبك؟ لا أبدا مش مرتبك، بس إيه؟ أصلي عايز أروح الحمام. هي إيه الحكاية؟ لا ده في حاجة. مالك؟ الشاي هنا بسرعة. أوان أشكرك، مجهزه؟ رايح يا فلوس. إيه الفلوس اللي عليك؟ بكرة إيه؟ ما أنت إمبارح قلت بكرة برضه. معلش يا أصل أنا عطلان وبدور على شغل. معلش يعني خليها عليك. لا الشاي شاي ولا قهوة إلا ما تدفع اللي عليك ودلوقتي. ما تخلي حلو بقى ما شوية شاي. ده أنت غريب أوي يا جدع. أنا رايح أقول لك مهما يطول قال لي بس يا عزوز واحد عايزك بره. واحد مين ده؟ بيقول اسمه زكي. زكي يا نهار احمد. الله ده سعاده النبى اللي كنت بشتغل واصله معاه. عزوز ده. اهلا باشا. ازيك حياتك يا باشا؟ انا عايزك في موضوع مهم جدا. لا ده انا عايزك في موضوع اهم. ايه ده؟ يعني يا ريت نقعد نشرب اتنين شاي كده على رواقه وانا مع تحت امر سيادتك. طب يلا فين نقعد فين؟ اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. الشاي يلا اتنين بسرعه. نبيل يا الحكايه، انت مش خارج ولا ايه؟ وهخرج اروح فين يعني؟ هو انت ما قريتش اللي مكتوب هنا؟ يا خبر، انت لقيت الزفت ده فين؟ مكان ما كنت مخبيه. قريتيه؟ وحفظته. طيب ايه رأيك فيه؟ لا ده انا اللي جاي ياخد رأيك. انا رأيي واضح، مش هخرج، مش هروح طبعا. نعم. ايه يا دولة؟ في ايه؟ هتروح يا نبيل.
اهلا يا باشا، اهلا، نورت الحته كلها. وادي الشاي جه اهو. اهلا يا عزيز. ايوه يا باشا، بقى ممكن افهم بقى ايه الحكايه بالظبط؟ انا عايزك في مهمه مهمه جدا. ماشي، تحت امر سعد. تحب تكسب 20,000 جنيه؟ ياه، 20,000؟ احب طبعا. عظيم. المهمه اللي احنا رايحينها دي مش هتستغرق اكتر من 2:12 بالظبط. اوي اوي يا باشا، ما عنديش اي مانع. واحنا هنقوم دلوقتي ونروح على هناك على طول اهو، وانت هتساعدني في المهمه دي زي زمان. ايوه يا فندم. ايوه ايوه، ماشي، تحت امر سيادتك. بس ممكن يعني افهم ايه المهمه دي بالظبط؟ شوف بقى يا سيدي، الدعوه دي جت لي، اسمع بقى مكتوب فيها ايه. يتشرف فلان الفلاني اللي احنا رايحين بدعوة سيادتكم، اللي هو انا طبعا، لحضور حفل العشاء المقام اليوم كذا بتاريخ كذا، اللي هو الليلة يعني، لكن مع التنبيه لسيادتكم العزيزة، خلي بالك بقى يا واد من اللي جاي ده، بأن هناك جريمة قتل سوف تحدث، ومن يستطيع حل لغز الجريمة قبل وقوعها سوف يحصل على مبلغ 500,000 جنيه. وشكرا. ايه؟ جريمة قتل هتحصل؟ سلام عليكم. اقعد يا ولد، الله جرالك ايه؟ اقعد ايه يا باشا؟ انا مال انا؟ دول 20,000 جنيه عزوز. 20,000 جنيه ايه يا باشا؟ هو انا بايع عمري؟ سلام عليكم. اقعد امال الهد. يا ستي قلت لك مش هروح، يعني مش هروح. طب ليه؟ اقنعني. ما انت عارفه ان اعصابي بايظه. انت نسيت اللي حصل لي. وبعدين الدعوه دي مبعوتها لي بصفتي من رجال البوليس. طب وايه يعني؟ وايه يعني ازاي؟ ما انا قدمت استقالتي. ما انا عارفه انك قدمت استقالتك، لكن دول 500,000 جنيه. ولا انا ما بتهمنيش الفلوس زيك. كان يوم مطيب، يوم الحادثه اللي حصلت لك. كان مجرم خطير، قتل بنت بريئه، وكان لازم اقبض عليه بأي شكل. وعشان تقبض عليه بأي شكل تقوم تطلع وراه 10 أدوار؟ وانا كنت عارف انه هيقع من فوق. وبعدين انت طول عمرك بتتعامل مع مجرمين وقتالين ومقتولين، اشمعنى المرة دي تحصل العقدة؟ ايوه، بس المرة دي كان المنظر بشع. تصوري لما تركزي نظرك على واحد عمال يتطوع في الهواء ويصرخ يصرخ يصرخ، وفجأة يقع وتمانينك يموت. كان لازم يحصل لك اللي حصل لي وقتها. لا، انت زمان كنت أشجع من كده بكتير. اليوم من بيت جبهان خواف، كل ما اطلع عمليه يتكرر نفس المنظر قدام عينيا. اخاف واترعش واعرق واعصابي تفلت مني. اكتر من 20 مجرم هربوا مني بالطريقه دي. كل ما اجري ورا واحد يطلع لي 10 أدوار زي ما يكونوا عارفين العقده. الدكتور لما كشف عليا قال لي مفيش فايده، الخوف بقى جزء منك، وكان لازم اقدم السؤال. ما خلاص بقى، خلصنا من المواضيع دي. دلوقتي عايزين نركز في اللي حاصل. احنا لازم ناخد الفلوس دي. وانت ايه اللي مخوفك؟ مش في جريمه قتل هتحصل؟ مش المفروض انك تكشفها قبل ما تحصل؟ ما هو ده مربط الفرس، اني مش هقدر، مش هيحصل، لاني خلاص ما بقتش انفع في الشغلانه دي. انا بقيت فاشل يا دولة. طب اسمع فكرتي بقى. ايه؟ انا اللي هروح. ايه؟ ايوه، انا اللي هروح الدعوة دي. بس انت مطلوب منك حاجة صغيرة قوي قد كده. ايه؟ انك توصلني لحد باب القصر وبس. طب وليه بس؟ ليه؟ عشان دول 500,000 جنيه يا أستاذ. 500,000 جنيه أنا وراهم ولو على جثتي.
ادي يا عزوز ما تخافش ما دام انا جنبك. ايوه لكن يا سعاده البيه يعني حضرتك هتقدر تكشف سر اللغز؟ عيب يا ولد، ما انت عارفني جرالك ايه؟ ده انا اشم ريحه الجريمه من على بعد 60 متر. اه لا ما انا عارف، ما انا عارف. ها؟ ايوه لكن ايه لكن ايه؟ انا اصلي عايز اسال حضرتك سؤال بس عويص شويه. اسال يا ولد اسال. هما فصلوك من الخدمه ليه؟ حق اشتهرت قوي ان انا بكتشف جرائم كتير، بقيت اشهر من نجوم السينما. بقيت امشي في الشارع الناس كلها تقول ايه؟ زكي بيهو زكي بيهو زكي بيهو. طبعا يا سلام. طبعا امال. اه بس اللي انا عرفته بقى انهم فصلوك علشان ايه؟ عشان ايه؟ علشان يعني لمؤاخذه يعني عقل حضرتك خفيف شويه، بالعربي الربع ضارب. طب انزل من العربيه انزل. نعم وهي ماشيه دلوقتي كمان. وفاء. ايه يا سمير، لسه ما خلصتيش مكياج؟ لا خلاص خلصت اهو. طب يلا عشان الميعاد قرب. ما قلتليش احنا رايحين فين. هسهرك سهره ما حصلتش. فين يعني؟ لا ما هي فين، دي هي المفاجاه. صحيح سهره ما تسهرهاش غير عروسه في شهر العسل. بجد يا سمير؟ بجد يا سمير. طب دقيقه واحده اكون جاهزه. طب دقيقه واحده اكون جاهزه. لو تبطل الرئه اللي هي فيها دي. يلا يا نبيل بقى انا خلصت. الستات المفروض بياخدوا وقت اطول في اللبس يا نبيل. حاضر حاضر. يلا يلا يا اخي كده هنتاخر. حاضر حاضر. يلا جاهز. انا تعالوا ده ايه في ايه؟ دخل القميص جوه البنطلون. حاضر حاضر. اعدل الكرافتة. حاضر حاضر. احنا رايحين سهرة يا نبيل مش طريقة دي ابدا. اعدل الجاكيتة كويس. حاضر. اعدل الكرافتة تاني. ايوه كده وريني. حاضر. اقفل الجاكيتة دي واحنا داخلين. حاضر حاضر. ايه الحمام؟ الحمام تاني. شكله غريب قوي القصر ده. فعلا غريب. واضح ان مفيش حد لسه جه. ليه يا باشا؟ مفيش ولا عربية. الله ما يمكن راكنه بره زي ما حضرتك اكنت. يا ضئيل انت. شفت عربيات تانية غير عربيتنا؟ لا ما افتكرش. خلاص يبقى مفيش حد جه. خلاص يا باشا. وبعدين خد بالك انا سخنت وحبدا اشتغل. صحيح. ورايا ورايا. ولا عزوز؟ نعم. أنا شايف في بلكونة هناك. آه صحيح، وبابها مفتوح كمان. عظيم. خش أنت بقى من الباب المفتوح ده وافتح لي الباب الكبير ده. أيوة دي لكن ما يصحش. إيه ما يصحش ليه؟ أنا مش هم مش عايزين يفتحوا؟ إحنا نفتح الباب. أيوة فاهم لكن ده عيب. عيب إيه يا ولد أنت؟ ما تخافش أنا معاك. يلا. يا سعادة الباشا مش ممكن، أنا عايز أقول لك يعني. ولا ده أمر نفذ. تمام يا فندم. يلا. أنا خايف. يلا مش معاك. Thank you.
ده الجرس بيضرب. سيبه يضرب. ايوه بس ده بيضرب لوحده. وماله؟ أكيد في توصيلة فوق وحد بيحاول يلعب بينا. الله، طب ويلعب بينا ليه؟ يعني عايز يوتر أعصابي ويخليني قلقان ومهزوز وما أقدرش أحل لغز الجريمة قبل وقوعها. اصحى معايا. نعم يا باشا. لا بالعرب بقى المسألة كده تخوف. وبعدين معاك إيه؟ أنت هتخاف كده من أولها ولا إيه؟ ما حضرتك بتقول حد بيلعب بينا أهو. شوف يا عزوز يا ابني، أنا هشرح لك كل خيوط اللعبة. أولاً إحنا جينا في الميعاد مظبوط الساعة 9، بس مفيش حد استقبلنا. وثانياً؟ ثانياً شباك البلكونة الباب بتاعها اللي كان مفتوح ده. بلكونة زي دي قصر مهجور زي ده في مكان بعيد لازم تكون كل الابواب والشبابيك مقفله، مش كده ولا ايه؟ انا هنا يا ولد. يعني سعادتك عايز تقول ان اصحاب القصر ده هم اللي سابوا باب البلكونه مفتوح؟ طبعا. طب ليه؟ عشان ندخل منه. طب وثالثا؟ الجرس اللي طرب لوحده ده. اصحى معايا، انا بقالي 30 سنة خدمة، مفيش جريمة فلتت من تحت ايدي. يا سلام. امال انت ما تعرفش؟ ده انا اللي فقست البيضة وطلعت منها الانسة حنفي. افندم فقست ايه؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ قاعدين معاك لازم اشرح لك دلوقتي. فقست البيضة يعني اقتحمت الشقة. طلعت منها الانسه حنفي، يعني قبضت على اكبر تاجره كريين في البلد. ياه. طبعا طبعا يا غبي. دنا خلي بالك، انا هوصلك لحد باب القصر وهمشي على طول. واضح؟ واضح. بس يلا. بس انت بقى هتقدري تكشفي لغز الجريمة قبل ما تحصل؟ ان شاء الله ربنا هيقدرني. هي معضلة يعني؟ يلا اطلع، على كده هنتأخر. يا ساتر عليكي، وليا اعصابك من حديد. وبعدين معاك يا نبيل، انت كده هتأخرنا. يلا. حاضر حاضر. دور العربية. يلا. حاضر. ايه وقفتها ليه تاني؟ حاسس اني عايز اروح الحمام. حمام تاني؟ ماشي، بس برضه هتروح الحفلة يا نبيل. يا سلام يا وفاء، لو ربنا وفقني النهارده. قصدك ايه يا سمير؟ انا مش فاهم. لما نوصل هتفهمي كل حاجه. عزوز ولا عزوز؟ زيزو راح فين البني ادم ده؟ عزوز لقيت حد؟ ابدا. وحضرتك؟ ابدا. وحضرتك؟ ابدا. حاجه غريبه صحيح. حاجه غريبه. طب وبعدين يا باشا؟ دي المساله كده بقت وغوش. اتوغوش ولا حاجه، ما تخافش يا ولد. ما تخافش ازاي يا باشا؟ هو العمر عزاءه. الله، مش جايز جريمه القتل تحصل واحنا تايهين كده؟ العموم ده لغز، لغز مهم جدا
وانا لازم اكتشفه. على الرغم انك انت انسان ضئيل جدا بالنسبه لي، لكن الليله دي حسبت لك ان انا حلال الحلول والالغاز كلها. انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا المهم عندي بقى المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه ده. اذا كلامك صحيح ومش طرلالي. الفلوس تخسر. الفلوس خلت الانسان يتحول الى اله، يتحول الى حيوان مفترس ما يهموش الا الفريسه وبس. لكن كونه يسمو بالمشاعر الانسانيه الى حيث العبقريه زي انا، مستحيل مستحيل. يا سلام، مستحيل مستحيل. امال حضرتك جاي هنا ليه؟ انت فاهم ان انا جاي هنا عشان الفلوس يا ولد؟ طبعا. النص مليون جنيه؟ لا، انا جاي هنا علشان اثبت حاجه مهمه قوي، ان انا الانسان الوحيد اللي يقدر يحل لغز اي جريمه، ان انا العبقريه اللي يتمنى اي انسان انه يكون زيها. اي انسان في اي مكان وفي اي زمان يتمنى انه يكون زي انا. بقول لك ايه، سيبك بقى من الكلام ده كله وخلينا في المهم. ايه اهم من اللي انا بقوله لك؟ اهم من اللي حضرتك بتقوله واحنا هنفضل واقفين كده ولا ايه؟ صحيح، ده شيء بقى ممل. طبعا ممل جدا. على العموم اكيد في جرس هنا، الجرس ده ممكن ينبه اي حد يكون موجود، نايم فوق نايم تحت في اي مكان. ايوه. طب و الجرس ده هيكون فين يعني؟ يعني في العادة إن لما تلاقي لوحة لازم تلاقي وراها يا إما خزنة يا إما جرس سري. أدي اللوحة. أيوة. غريب جدا، القاعدة المرة دي اختلفت خالص. ايه يا باشا؟ ولا نعم. الجرس اهو اللي في النص ده. فين يا فندم؟ ايوه اللي في النص. دوس. ادوس يا فندم. يا فندم يا فندم يا فندم. الله 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 الله، انت بتضحك. الله، يبقى بقى اكيد حكايه الربع ضارب دي مظبوطه. اخرس يا ولد يا ضئيل. اخرس ازاي يا سعاده الباشا؟ انت ما سمعتش الست اللي كانت بتسرح؟ انا اشم ريحه الجريمه من على بعد 60 متر. انت تسمعها ست بتصرخ، انا اسمعه جرس بيرن بيقول ترن ترن ترن. ترن ترن ترن. نعم يا باشا. مش مصدق؟ اه طبعا. دوس على الجرس تاني. الله، انت بتتكلم جد؟ دوس يا ولد. حاضر. يا ابني يا ابني، شوف، مش تقول لي ربع بطاريه بايظ. ده انا ذكي العبقري. دوس يا ولد، دوس. العربية عطلت. يا سلام، الحمد لله العربية عطلت وبتضحك قوي في سعيد بروحك قوي. اصلها حاسة بيا اني مش عايزة اروح. يا سلام. طب ما انا هصلحها وهتروح. اما نشوف هتعرفي تصلحيها ولا لا. اتفضلي. انا مش عارف انت مهتمة بالموضوع ده كده ليه. عشان الفلوس، النص مليون جنيه. وعشان الفلوس تضحي بجوزك. اضحي بجوزي؟ ده انا بنقذك. بتنقذيني من ايه؟ من الفقر يا راجل، ده احنا مش عارفين نشتري بطاريه. ما احنا عايشين كويس والحمد لله. الحمد لله على كل حال، بس المستقبل مش بتاعنا، والحياه بتولع كل مدى وبتغلى. النهارده اهم من بكره. دي فلسفه العاجز. ما احنا عايشين كويس والحمد لله. يلا اركب. بس
عايزه تتقفل. يا رب ما تمشي. حطوه. أنا مش سعادة البيه صاحب القصر، أنا سعادة البيه رئيس الخدم. أنا المسؤول هنا عن الخدم والحشم والقطط والكلاب اللي بيربيهم سعادة البيه صاحب القصر ده كله. عظيم. ممكن تقول لسعادة البيه بتاعك إن أنا وصلت؟ البيه بتاعي خلاص خد خبر. إزاي؟ من ساعة الجرس اللي ضرب لوحده والبيضة اللي فقست وطلعت منها الأنسة حنفي. إيه ده؟ شفتوا؟ شفت انا مشهور قد ايه؟ لاحظوا ان هنا في سماعات. ها؟ اخسرنا كده. ضاعت مني حكايه السماعات دي. طب هو حاط سماعات ليه؟ لانه عايش لوحده في القصر هنا، زائد انه غني جدا وشايل فلوس سايله كتيره، ده غير الاشياء الثمينه والتحف. طبعا لازم يعمل كل الاحتياطات دي كلها علشان يعرف ينام. طب ايه رايك بقى؟ يا بقى حلم، ممكن حرامي عمر يدرس المسائل دي كلها ويخططوا خطه ويلهف الفلوس ويخلع. البيت بتاعنا مش اهبل، عامل حساب كل حاجه. فعلا عامل حساب لكل حاجه. البيت هنا مجهز باحدث الاجهزه واحدث الوسائل. التليفون صوت وصوره. التلفزيون 99 قناه 750 بوصه. التلاجة بتتكلم عربي وأفرنجي، كاميرات السينما في كل حتة وفي كل مكان، ألوان وسكوب، كل شيء مجهز وبدقة. تصوروا؟ ممكن يسيب باب القصر مفتوح وما يهموش. ظريف، تمام، مظبوط، مظبوط. ليه بقى؟ لأن أي حد غريب هيخش هنا على طول هيشوفوا البيه من فوق من تحت، حتى لو كان في الحمام. ياه، وهو بيستحمى؟ البيه بتاعنا بيستحمى بهدومه. أفندم؟ بهدومه؟ على أي الأحوال ما تقلقوش، البيه هيقابلكم حالا. اتفضلوا معايا على الصالون. فين الصالون؟ من هنا. من هنا؟ أيوه. طب شكرا. بقول من هنا. من هنا. اتفضلوا. اتفضلوا. ورايا؟ أخيرا وصلنا. هو ده القصر؟ هو ده القصر، وباين عليه من الأول كده شكله بيخوف، بيخلي الواحد مقبوض. اتفضلي، خلي الطمع ينفعك. اتفضلي. أتفضل فين؟ وأنت مش هتنزل معايا؟ إيه؟ أنزل معاكي فين؟ توصلني لحد الباب يا أخي. ما الباب اهو. طب يلا انزل وصلني لحد الباب هنا بس. معلش يا بلبل، يلا. دلوقتي عشان عايزه حاجه تقولي لي يا بلبل، وفي البيت طول النهار تقولي لي يا بعبع، مش كده؟ على العموم هخليني انا احسن منك.
لحد الباب وبس. مفهوم؟ مفهوم. بس يلا اتفضل. يلا الباب اهو يا دولة. السلام عليكم. ايه استنى. ايه استنى ايه تاني؟ مش هتطمن عليا لما اخش؟ ايه هنبتدي نخاف؟ اخاف ليه؟ هو انت فاكرني ست مهيضة الجناح والكلام الفاضي ده؟ ده انا شجاعة جدا جدا. انا بس عايزاك تطمن عليا لما اخش. ماشي يا دولة. امر لله. استنى لما تخش. الجرس ده ما بيضربش. انا عارف ما بيضربش ليه. القصر ده باين عليه مهجور ولا مسكون بالعفاريت. يا جربي مره تانيه. جرب اهو ما بيضربش برضه. ايه يا دوله؟ ايه نبيل؟ ايه ما فيش حاجه، بس الباب اللي وراك اتفتح له. اتفتح. السلام عليكم. تعالى هنا. استنى هنا. انت رايح فين؟ استنى ايه تاني؟ إيه انت مش قلتي لحد الباب وبس؟ وبعدين الباب ده بيتفتح لوحده وعايزانا استنى. لازم امشي. بس ده ما كانش اتفقنا بالظبط. امال اتفقنا على ايه؟ انا قلت لك وصلني لحد الباب وامشي. انا كان قصدي يعني امشي معايا لحد جوه، تقعد انت وانا حل اللغز وممكن تبقى تساعدني. ده دولة. بقول لك ايه؟ بقول لك انت ايه؟ الدعوه مبعوثه باسمك انت. الناس اللي جوه لما يشوفوني لوحدي هيقولوا ايه؟ طب وانا مالي؟ يعني ايه وانت مالك؟ مش انت جوزي؟ ما قلتش حاجه، بس انا ما كنتش عايز اجي من الاول. ما خلاص دي خلصت منها. اديك جيت. يا دولة اسمعيني، وجودي معاكي مش هيفيدك بحاجة، بالعكس هيبوظ الدنيا. احنا مش اتفقنا ان انا اوصلك وتكمل انت كده برضه يا نبيل؟ تهون عليك مراتك تسيبها في مكان زي ده لوحدها في حتة مقطوعة كده؟ اوه بقى جينا للكلام اللي مفهوش فايدة. طب بذمتك انت مش مكسوف من نفسك؟ وهتكسف من ايه؟ مش احنا اتفقنا على كده؟ كده؟ يعني مش عايز تطلع مش كده؟ لا. طب يلا بينا. صحيح يا دولة؟ صحيح. ربنا يكملك بعقلك. بس اسمع، تعمل حسابك توصلني بالعربية لحد البيت وبالسلامة، كل واحد فينا من سكة. كده؟ يعني انت بتحطيني قدام الأمر الواقع؟ يا نبيل، يا نبيل دي فرصة ولازم ننتهزها. فرصة ايه يا دولة؟ فرصة ايه؟ على العموم انت اللي هتتحملي المسؤوليه. يلا يلا بينا. يلا خلاص هتخش معايا. ها هخش. امري لله، ربنا يستر. يلا. وإذا ما استقبلناش حد نروح؟ نروح إيه؟ أمال هما بعتوا لنا الدعوة ليه؟ أنا عارف بعتوا لنا ليه. وبعدين وأنا داخلة شفت في عربية واقفة. يعني إيه؟ يعني أكيد في حد سبقنا على هنا. تفتكر كده؟ طبعًا. وأكيد دلوقتي أصحاب القصر بيستقبلوهم. وإيش معنى يستقبلوهم؟ هما ما يستقبلوناش إحنا. عشان هما اللي جم قبلنا يا نبيل. تعالى. لا 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 يا مدام، انا حاسس ان في حاجه مش طبيعيه هتحصل، بس ايه هي الله اعلم. بقول لك ايه، انسى خالص الكلام الفاضي اللي بيدور في مخك ده، وانا ما عنديش وقت عشان اشرح لك اللي في دماغي، فاهم؟ الحاجه الوحيده اللي هسمح لك انك تفكر فيها دلوقتي هي الفلوس، النص مليون جنيه، هم دول بس اللي تفكر فيهم. الفلوس هي اللي هتخلينا نعيش في سعاده بقيه عمرنا، فاهم؟ حاول تفهم، حاول تفهم ولو مره واحده بس في حياتك. مش هتخسر حاجه. طبعا مش هخسر حاجه، هخسر حياتي بس.
نبيل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا نبيل، مش تاخد بالك يا اخي؟ الله، شفت يا مدام؟ مش قلت لك هخسر حياتي؟ مش انت اللي قعدت تقف فيها؟ يبقى خد بالك المره الجايه. هي فيها مره جايه؟ انا عارف ايه اللي هيحصل. يوم خلي الحمد لله. سلامة مين يا عم؟ ده انا دماغي كانت عطير. سعادتك بتقول ايه؟ ايوه، في واحد كان بينشن على دماغي. يعني ايه؟ يعني بالعربي كده كان عايز يقتلني. مش ممكن. مش ممكن يعني ايه؟ يعني انا بكذب؟ العافية يا باشا. بس سعادتك متأكد ان في حد رمى المظرة فوق دماغ حضرتك؟ لا 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 لا، انا ما شفتش حد. عظيم. ولا انا ما شفتش حد كمان. فهمت. تبقى دي احدى دعابات صاحب القصر. احدى ايه يا اخويا؟ دعابات صاحب القصر. اكيد حضرتك بتهزر صح؟ شوف يا مدام، البيه بتاعنا لما كان طفل صغير كان بيحب يصطاد الفيران ويلعب بيها. كبر بقى شاب وبيلعب بالتعابين دلوقتي. الله، ده لطيف خالص. سمع مدام، وهو طفل كان بيصطاد الفيران، كبر بيلعب بالتعابين. الله الله، الله اعلم هيلعب بايه تاني. وعايزانا استنى. سلام عليكم. ايه رايح في ايه؟ نستنى. انتوا حضراتكم خايفين من ايه؟ خايفين نموت يا حبيبي. على فكرة البيت بتاعنا ما بيأذيش حد. بس حضرتك يعني مش شايف ان حكاية اللعبة بالتعابين والصراصير يعني مش شايف حضرتك انها غريبة شوية؟ عندك حق يا مدام، هي في الأول كانت هواية لحد ما تمكنت منه وأصبحت مرض. ايه؟ مرض؟ والده الله يرحمه عرضوا على اعظم دكاترة في الطب النفسي في العالم، حللوه وصلوا الى ان سوء التربية هو السبب في ميوله الغريبة دي. سوء التغذية ازاي يعني؟ لما كان طفل صغير وكان يغلط مثلا، كان والده يحبسه في اوضة ضلمة ويخوفه، يقول له هجيب لك ابو رجل مسلوخة، هجيب لك النار. طبعا احنا عارفين ان الحاجات ديت ليها تاثير خطير جدا علينا، وخصوصا لما نبقى اطفال صغيرين. الله يا عيني، قول كمان شكينا. بس الحمد لله تم علاجه والعلاج جاب نتيجه. الحمد لله، الحمد لله على سلامته. سمع مدام كل ده وبيقول لك العلاج جاب نتيجه، ابو رجل مسلوخه والتعابين وصيد الفيران والفازه اللي كانت هتطير نافوخي، وعايزانا استنى. سلام عليكم. ايه رايح فين؟ تعال هنا. استنى. استنى ايه يا مدام؟ ده راجل مش طبيعي، اتعامل معاه ازاي انا؟ وبعدين انت نسيتي الفازه اللي كانت هتطير دماغي من شويه. اهي دماغك ما طارتش، احمد ربنا. وعايزانا استنى لما تطير اظن. سلام عليكم. يعني افهم من كده ان حضرتك معتذر عن حفله الليله؟ ايوه. لا ايوه. لا. ايه الحكايه؟ ايوه ولا لا؟ طب ممكن كلمة على انفراد بعد إذن حضرتك؟ اتفضل. لا مش حضرتك، جوزي. تعالى تعالى هنا اهو. عايزة إيه؟ إيه حكايتك بالظبط؟ فهمني أنت، كل كلمة الراجل ده هيقولها هتصدقه بقصد إنه يخوفك. ويخوفني ليه؟ هو أنا ناقص؟ عشان شايفك مرعوش ومرعوب بالشكل ده، قصده إنه يطفشك من الحفلة. طب إيه مصلحته في كده؟ أنا معرفش، بس مش ممكن يكون متفق مع حد تاني من الضيوف اللي جايين النهارده، عشان ده يخليه يكتشف الجريمه قبل ما تتم ويتقاسموا مع بعض في الفلوس. تفتكر كده؟ ده كده وستين كده كمان، دول نص مليون جنيه، فاهم؟ نص مليون جنيه. ها؟ ايوه ولا لا؟ القرار؟
بلغ سعاده البيه ان انا ان احنا وصلنا. عظيم، اتفضلوا معايا على الصاله. اتفضل حضرتك. اتفضلوا. حاضر، اتفضل. اتفضل. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ مفاجاه ايه؟ احنا هنسهر هنا؟ ايوه ايوه. ده ايه، انا كنت فاكره ان احنا نسهر في مكان عام. اصل احنا بصراحه بقى معزومين على العشاء هنا. طب وليه ما قلتيش من الاول؟ ما تبقاش مفاجاه. بس البيت ده يعني ماله البيت يا وفاء؟ يعني البيت ده غريب شويه والحته هنا مقطوعه قوي. بالعكس، انا شايف انه تحفه فنيه. انت خايفه ولا ايه؟ لا مش مساله خايفه، بس مش كنا سهرنا في بيتنا احسن؟ واحنا مش هننفطهم من البيت ده ابدا يا وفاء. ايه يا سمير، على طول زهقت كده احنا لسه في شهر العسل. بالعكس، انا اعتبرتها فرصه عشان نغير جو. طب وافرض الجو ما عجبنيش هنا؟ انا واثق انه يعجبك. طيب يا سيدي لما نشوف. اتفضلي. ولما شافونا داخلين فتحوا لنا الابواب. طب هما شافونا ازاي؟ يمكن يكون في دايره مغلقه بتبين اللي داخل واللي خارج. ايه، مش معقول الباب هيتفتح لوحده يعني؟ ايه يا وفاء؟ مالك؟ انت خايفه ولا ايه؟ لا انا مش خايفه، بس يعني عايزه اعرف اللي بيدور حواليا عشان اطمن بس. لا انت اطمني خالص. طول ما انا معاكي لازم تطمني. اولا لان انا راجل بوليس، ثانيا انا ما اقدرش استغنى عنك ولا لحظه، ثالثا وده الاهم، انا حاسس كده ان احنا هنقضي سهره ممتعه قوي هنا الليله. اهلا وسهلا. ايه ده؟ ما تخافيش يا مدام، ده انا. حضرتك مين؟ انا صاحب القصر ده. طب وليه مش عايز تظهر لنا؟ هظهر بس في الوقت المناسب. هو حضرتك اللي بعت لنا الدعوة؟ ايوه. ممكن افهم ليه؟ عايز انبهك لحاجة مهمة جدا. ايه هي؟ العين عليك يا بطل. العين عليا انا؟ في ايه؟ انك تكشف سر الجريمة اللي هتحصل الليلة. جريمة ايه؟ الله، هي المدام ما تعرفش ولا ايه؟ مالكش دعوه بالمدام وخليك معايا انا. ايه اللي خليك يعني واثق قوي كده ان انا اللي هكشف سر الجريمه؟ لانك لسه متجوز جديد ومحتاج لحاجتين مهمين في حياه اي انسان بيبدا حياته، الشهره والفلوس. لذلك هتبذل اقصى ما في وسعك علشان تكشف سر الجريمه قبل ما تحصل. بس ايه؟ كمل. المساله مش هينه واللعبه خطره، الكسبان فيها خسران. مش فاهم قصدك ايه. فكر بقى، ده لغز وعليك انك تحله. سلام. يعني احنا مش جايين نسهر زي ما فهمتني؟ ارجوك وفاء اسمعيني. اسمع ايه بس؟ طب انت جاي في شغل، جايبني معاك ليه؟ بصي وفاء، انا هحكي لك الموضوع من اوله بس. موضوع ايه؟ وبعدين تعالى هنا قول لي، انت مش واخد اجازه؟ ايوه انا جاي هنا مش بصفه رسميه. امال بصفه ايه بقى؟ بصفه شخصيه. انا مش فاهمه. طب تعالي بس اقعدي وانا افهمك الموضوع. المفروض ان في جريمه قتل هتتم الليله هنا. طب وانا مالي؟ بعدين بقى يا وفاء، انت عايزاني افضل قاعد جنبك طول الوقت في البيت؟ ادينا بنغير جو، ده انا اعتبرتها فرصه. Thank you.
تعرف يا وفاء، انا لو كشفت سر الجريمه دي قبل ما تتم هبقى في يوم وليله زي الجنيه الدهب، وهاخد نص مليون جنيه. عارف يعني ايه نص مليون جنيه؟ فلوس، فلوس تقضينا العمر كله وتخلينا اسعد اتنين. انت برضو يا سمير مصدق الكلام ده؟ وانا هخسر ايه بس يا وفاء؟ انا جاي هنا بصدق شخصيه لان رايح حفل. بس تعرفي الراجل كان عنده حق لما قال ان الشهرة والفلوس اهم حاجتين يبتدي بيهم اي انسان حياته. انت اكيد اتجننت. اتجننت عشان عايز تبقي زوجة اشهر رجل في الدنيا؟ يا سمير بطل الاحلام دي. انا فعلا بحلم. هو حلم. بس ممكن يتحقق. وانت يعني واثق من نفسك قوي؟ عشان عندي امل. ولو عندك الامل زيي اكيد هتثق كمان. بس انا خايفه من كل حاجه هنا. مش ممكن يا جميل. ازاي؟ ما انا لسه شايفاه دلوقتي. ما هو اهلا وسهلا. مين حضرتك؟ انا هنا المسؤول عن القصر ده كله. طب لو سمحت كان في واحد لابس اسود في اسود كان بيبص من الشباك اللي هناك. مفيش حد هنا بيلبس اسود في اسود. طب ما حضرتك لابس اسود في اسود. انا لابس اسود في ابيض. يعني هتكذب المدام شافته بعينيها؟ جايز. يعني ايه جايز؟ مش يمكن يكون عايش هنا؟ مفيش حد عايش هنا في القصر غير سعاده البيه وانا. لا ما احنا قابلنا سعاده البيه. قابلتوه شخصيا؟ لا. هو كان بيكلمنا من سماعه. كده يبقى مظبوط، لأن في سماعة هنا وفي سماعة هناك وفي سماعة هنا. ازاي يعني؟ المظبوط إنكم تسمعوه، لكن الغريب إنكم تشوفوه. أفندم؟ يبقى أكيد هو اللي كان لابس اسود في اسود. كل شيء جايز. يعني إيه كل شيء جايز؟ وفي إيه؟ هو ولا مش هو؟ الله أعلم. فضل معايا على الصالون. بقولك إيه؟ هي إيه الحكاية؟ ولا حكاية ولا حاجة، كل ما في الأمر إن سعادة البيه. ماله سعادة البيه؟ ولا حاجة ولا حاجة، اتفضلوا معايا. هو أنت مخبي عنين حاجة؟ حاجة إيه يا بيه؟ دلوقتي تقابلوا سعادة البيه وكل حاجة تبان. اتفضلوا معايا. أنا مش أنا أكتر من كده، دي إهانة لا تختبر فعلاً. هو فاكرنا إيه؟ يلا يا مدام. يلا في ايه؟ نستنى يا جماعه. الغايب حجته معاه. انا لا يمكن استنى اكتر من كده. يلا يا ولد. وانا ولا ثانيه بعد كده. يلا يا مدام. يلا يلا. سعاده البيع يا حضرات. انا اسف يا جماعه، اسف للتاخير. اهلا وسهلا. هو حضرتك اللي بعت لنا الدعوات؟ ايوه ايوه. بس حضرتك ما تعرفناش. بس كل اللي اعرفه عنكم انكم من رجال البوليس المحنكين في حل الالغاز. ايوه بس انا مش بس من... ايه يا نبيل؟ ايه بس ايه يا استاذ نبيل؟ لا 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 ما فيش اي حاجه. كمل حضرتك. وطبعا بما انكم من رجال البوليس يبقى اكيد هتكتشفوا سر اللغز. ايوه حضرتك كاتب لنا في الدعوه ان في جريمه هتتم هنا في القصر الساعه 12 بالظبط. وتعرف منين حضرتك انها هتتم؟ انا ما اعرفش. انتم اللي هتعرفوا. امال بدفع لكم فلوس ليه؟ ايوه بس على الاقل المساله دي لازم يبقى ليها مقدمات. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عربون. عربون ايه قصدها؟ يعني حد هددك مثلا؟ لا يعني ما جاش لحضرتك جوابات تهديد؟ حد حاول يتهجم عليك؟ ما حدش يقدر يعمل كده. طب ليه؟ علشان اعرف ادافع عن نفسي كويس. ايوه بس حضرتك هتدافع عن نفسك ازاي وانت عشان رجليا يعني؟ فعلا طبعا يا فندم.
لا، ما هو في طرق كتيرة أقدر أدافع بيها عن نفسي. طب ممكن حضرتك تقول لنا إيه الحكاية؟ أنا هريحكم خالص. الساعة دلوقتي داخلة على 10 أهي. إذا سمحت الساعة الناحية دي. الساعة 12 بعد نص الليل بالظبط هتتم جريمة قتل مروعة وبشعة. أيوه الكلام ده مش جديد علينا لأنه مكتوب في الدعوة. لكن المفاجأة بقى إن القاتل واحد منا والقتيل برضه منا. القاتل طبعا هيحاول يخفي نفسه بأي وسيلة، لكن النص مليون جنيه هتلعب دورها. لا 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 ده كلام فارغ، حضرتك بتقول أي كلام فارغ، إيه الكلام ده؟ تقدر تستنى للساعة 12 وأنت تشوف. أيوه يا بيه، يعني معقولة القاتل منا والقتيل منا؟ بالظبط. طب ليه حد فينا يقتل التاني؟ ما حضرتك بقى تقدر تفهمني اللغز ده؟ أمال جوز حضرتك جاي يعني إيه؟ أيوه يا فندم، أنا أقول لحضرتك إحنا أول مرة بنشوف بعض هنا، إيه المبرر يعني اللي يخلي حد فينا يقتل التاني؟ على كل حال أنا شرحت الموضوع بالتفصيل. كون إنكم تصدقوني دي قضيتكم، وكون إنكم تتهموني بالجنون دي برضه قضيتكم. أنا شخصياً عملت اللي عليا وحطيت النقط فوق الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل طلع مش مشلول. اه كان بيضحك علينا. معقول؟ معقول الكلام ده؟ مش قادر افهم ازاي فاتتني الحكايه دي. لا لا ممكن استنى يا نبيل. وانا هقعد ثانيه واحده. يا نبيل استنى يا نبيل. يا جماعه انا حطيت الراجل ده في دائره احتمال ان هو ممكن يكون مجنون. ما دام هو في الدائره دي يبقى اي حاجه قالها مش ممكن هتحصل. وافرض حصل؟ لا في الحالات اللي زي دي هشتغل انا بقى، اكيد هشوف سر الجريمه. يا عم سر جريمه ايه؟ ما هو طالما مجنون يبقى هيقتل اي حد فينا، هو هيهمه حاجه؟ ولد انت، انا كل اللي عايز اعرفه الراجل ده مجنون ولا مش مجنون؟ يعني في الحقيقه جايز اه وجايز لا. كل اللي انا عايز اعرفه بقى الفلوس، النص مليون جنيه هناخدهم ولا هيطلع فيها مجنون برضو؟ يا وليه اتهدي بقى اتهدي. انت مفيش حاجه في دماغك الا الفلوس. يا جماعه انا رايي ان احنا نستنى، مش هنخسر حاجه. واذا حد منا مات محدش فينا له مصلحه انه يقتل التاني. يا جماعه مش يمكن الراجل المجنون ده هو اللي يقتل حد فينا؟ بصراحه بقى انا مقتنع ان في جريمه قتل هتحصل الليله، وانا شخصيا مش همشي من هنا الا لما اكشف سر الجريمه دي قبل ما تحصل. وده واجبك يا راجل بوليس. الكلام ده مظبوط فعلا، اكيد في حد مستفيد من الدربكه اللي بتحصل دي. يعني ايه يا بيه؟ يعني لو قدرنا نوصل للانسان المستفيد ده يبقى اكيد هنوصل للقاتل. يبقى عمرنا ما هنوصل لحاجه ابدا. لا حرام عليك، انا مش عايز اموت. حصل ايه؟ الراجل صاحب القصر اتقتل. مين اللي قال الكلام ده؟ انت ما سمعتش الراجل اللي كان بيصرخ فوق وبيقول مش عايز اموت مش عايز اموت، وبعدين طلع مضروب بالرصاص. ايوه سمعته. يبقى مين ده؟ ده جرس العشاء يا بهوات. جرس ايه يا اخويا؟ العشاء؟ حرام عليك، هو انا ناقص؟ معقول التهريج ده؟ معقول الكلام ده؟ فضلوا معايا حضرات على اوضه السفره. سفرة ايه؟ يعني ده هناكل واحنا خايفين من شكلنا؟ اتفضلوا ناكل طبعا، احنا جعانين جدا، اتفضلي انت بالذات لستك.
على فكرة يا جماعة، أنا متهيألي كل اللي بيحصل ده تهريج ولعب في لعب. يعني إيه؟ يعني الحركات اللي بيعملها صاحب القصر ده مش أكتر من لعب عيالي. وأنا بأكد الكلام ده. إيه يعني إيه بقى؟ من الكلام اللي قالوه لنا ده إيه؟ إن القاتل منه والمقتول برضه منه، تهريج ولا إيه؟ بالظبط كده. أيوة يا جماعة، بس الراجل ده قال إن الجريمة هتتم الساعة 12. طب وايه يعني مدام؟ ايه يعني ازاي؟ اذا كانت دلوقتي الساعه لسه ما جاتش 12. قصدك ايه يا دوله؟ قصدي يا استاذ ان المشروع ما زال قائم طالما الساعه لسه ما جاتش 12. فعلا الكلام ده مظبوط جدا. وعلى العموم احنا ورانا ايه ان احنا قاعدين لغايه الساعه 12؟ اما نشوف ايه اللي هيحصل. ايه يا ابني؟ انت ما بطلش اكل؟ ايه؟ ايه يابا؟ جعان؟ الله، يعني هيبقى خوف وجوع كمان؟ ده انت تعبان قوي. فكر كل يا ضئيل انت كل. مرحبا يا جماعه، جريمة القتل. قتل ايه يا اخي؟ اقعد خليني اكمل اكلي. مش الساعه ضاقت اهي؟ الساعه لسه 10:30. امال مين لسه ناخد ده؟ يا جدع ليه جرس الفطار؟ ايوه ايوه كله كله كله. ولا تلاقيه ملعوب من ملاعيب الولد صاحب القصر ده. ايه ايه ده؟ ما بس يا جماعه الصوت ده مش غريب عليا. يعني ايه بقى؟ متهيألي الراجل اللي كان بيخدم علينا. تفتكر كده؟ زايد ان الصوت جاي من المطبخ. انا هروح اشوف ايه. لا استنى هنا ما تسيبنيش لوحدي. استنى هنا يا اخويا ما تسيبهاش لوحدها، انا اللي هروح. لا 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 ما تسيبنيش لوحدي. الله الله الله، جرى لكم ايه؟ يعني انا اللي هروح ولا ايه؟ الاحسن بقى ان احنا نروح كلنا مع بعض. يلا بينا. هي دي فكره عظيمه. يلا. افتح الباب يا عزوز. مرض مين يا باشا؟ دي ايه اللي سرقت؟ ايه ده؟ طب اقفل الباب يا عزوز. وفاء وفاء اسمعني. يا وفاء ارجوك اسمعيني، رايحه فين؟ لا يا سمير لا، لازم نروح دلوقتي حالا. وانا كمان لازم امشي. وانا كمان. انا بقى لازم استنى. ايه مالكم يا جماعه؟ كلكم خايفين كده ليه؟ انا مش خايف. طبعا لازم نخاف، مش كلام الراجل طلع مظبوط اهو. ايوه بس الراجل اللي اتقتل ده ما كانش موجود معانا. نعم؟ يعني ايه بقى؟ يعني يا استاذ المشروع لسه ما زال قائم. اهلا، يبقى اكيد حد فينا هيتقتل. زائد ان في حاجة مهمة جدا جدا لازم نعرفها. ايه ايه اللي يثبت لنا ان الولد رئيس الخدم ده مات مقتول فعلا؟ احنا فعلا شفناه ميت. ايوه شفناه، لكن يا ترى ميت موتة طبيعية ولا مقتول؟ أصل دي بقى تفرق معايا أوي. آه صحيح، ما خدناش بالنا من الحكاية دي. ها؟ ياه ولسه. ده أنا هعمل عمايل. أنا هثبت لهم إن محدش يقدر يفكر زيي في المسائل البوليسية. لما تيجي الساعة 12 أنا هوريهم. استنى ازاي بس بعد اللي حصل ده كله يا سمير؟ يا وفاء لازم نتأكد الأول. نتأكد من إيه؟ وبعدين أنا مالي بقى؟ أنا واحدة المفروض قاعدة تسهر. سهر حلوة فيها غنى وفيها موسيقى تهدي الأعصاب، مش حاجات تبوظ الأعصاب. أنا ماليش دعوة، أنا لازم أمشي دلوقتي. وأنا كمان لازم أمشي معاكي. وأنا كمان همشي معاكي. هستنى أعمل إيه هنا؟ بعدين معاكم. ايه الهيصه اللي انتوا عاملينها دي؟ جالكم ايه؟ اللي عايز يمشي يتفضل من غير مطرود. انا مش عارف اشتغل، انا عايز اركز يا جماعه. يا سلام، طب ركز يا اخويا ركز. ده انت مش عندك الربع ضارب، ده انت تلات اربع ضارب. اخلص يا ضعيف انت. انت ازاي تقول الكلام ده؟ انا جاي هنا مخصوص عشان اثبات الذات. عايز اثبت لنفسي ان انا بتاع زمان، هو انا. مش قضية ابدا تفلت من تحت ايدي. وانا برضه المسألة بالنسبة لي بقت مسألة حياة او موت. النقلة الكبيرة اللي بحلم بيها وبيحلم بيها كل واحد بيبتدي حياته. ازاي اضيع كل ده في لحظة خوف؟ لا، انا مهنتي علمتني ما استسلمش للخوف ابدا. اما انا بقى فانا عايز اعيش، وعشان اعيش حياتي كويس واستمتع بيها لازم يبقى معايا فلوس كتير كتير قوي. أنا طول عمري خايفة من بكرة وبعمل له ألف حساب، لكن دلوقتي خلاص فرصة وجات لي الحد عندي، أقوم أسيبها وأمشي بسهولة كده؟
لا ده انا قاعده وقاعده، ده انا قتيله هنا. ايه انت كمان؟ انت بتعمل ايه؟ بشتغل يا بني ادم. انا ماليش دعوه بيكوا خالص. لاني ما بفكرش في بكره خالص. لاني مش عارف اذا كنت هعيش لبكره ولا لا. وانا كمان. اذا كانت حياتي هتضيع عشان خاطر الفلوس، يبقى ملعون قوي الفلوس. اما انا بقى انخدعت فيك يا حضره الزوج المحترم. كنت فاكره انك بتهتم بيا. اتاريك بتهتم بحاجات كتير قوي اهم مني. صدقيني يا وفاء انت ظلماني، انا مهتم بيك انت بس. انت بتحب نفسك، النجاح والشهره ليك، الفلوس كمان ليك مش ليا، حتى لو كانت على حساب حد عزيز عليك. على اذنك يا استاذ. يا خبر الباب مقفول. ايوه افتكرت. ايه؟ ثانيه واحده. بعدين مقفول. ايه يا ضعيف؟ ايه؟ مش ممكن، باب البلكونه ده كان مفتوح وانا دخلت منه. الله، مين اللي قفل الحديد من بره؟ وانت حصل الكلام ده؟ يا عيني، يبقى احنا وقعنا ومحدش سمع علينا. يا رب استر يا رب. يا عيني يا روحي، دمرت. اسمع، مفيش فايده. وعلى فكره أنا نسيت أقول لكم إن دخول الحمام مش زي خروجه. كل واحد بيحلم بحاجة، طمعان في حاجة يحاول يحققها بقى، وكل شيء وله ثمنه. ادفعوا بقى يا حلوين. الساعة 12 جريمة الأكل، مين يكسب؟ على فكرة يا جماعة، الراجل ده مش ناوي يجيبها لبره. هو بيعمل كل الحاجات دي عشان يأثر على أعصابنا ويبقى هو المستفيد. هو عمل إيه؟ عمل في منتهى البساطة. حد يخش يشوف الجثة ويتأكد إذا كان الراجل ده ميت ولا لأ. طب ما أنت كنت جوه، ما تأكدتش بنفسك ليه؟ مش تخلصونا بقى من الموضوع ده ولا إيه؟ طب اهدي بس يا وفاء حالا. بقول لك إيه؟ أوعى تقول لي إن أنا اللي أخش أشوف. لا 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 ما تخافيش. بقول لك إيه؟ تفتكر مين اللي يروح؟ مين اللي يروح؟ مين اللي يروح؟ ده. ايه؟ وش معنى انا يعني؟ ما تروح انت؟ لانك انت زي شرابة الخردة، ما بتعملش اي حاجة مفيدة. الله، جرالك ايه؟ هو انت مش من رجال البوليس زينا ولا ايه؟ أنا؟ لا 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 طبعا. نعم بقى. أيوة يا باشا، من رجال البوليس لا مؤاخذة، في حاجة؟ طبعا، في 60 حاجة. إيه؟ لازم يتصرف زي رجالة البوليس. الله، ولا أنت خايف يا ابني؟ مش حكاية خوف. أصل أنا كنت رافض الموضوع من أساسه. طب لما أنت كنت رافض الموضوع من أساسه، جاي هنا ليه بقى؟ حكم الأول. ها؟ نبيل. قصدي يعني. وبعدين يا اخي، ما انت شفت الباب مقفول وبقينا كلنا في الهوا سوا. خلاص مفيش مفر. هتقف تتفرج علينا؟ اعمل حاجه يا اخي. حاضر، هعمل حاجه. امر لله، ربنا يستر. شد حيلك يا ولد. على فكرة بقى يا جماعة، أنا من هنا ورايح أنا الكوماندا. ها؟ الأوامر كلها هتبقى من عندي أنا. يا عمي، يا عمي. كوماندا، كوماندا مين يابا؟ ارحمني بقى، ارحمني شوية، وخلينا في اللي إحنا فيه. وبعدين يا ولد يا ضئيل أنت. يا جماعة، أنا مش قصدي كوماندا يعني أنا الفتك الوحيد اللي فيكوا، لأ. لكن المسألة محتاجة قيادة، مايسترو، عشان ينظم العملية. وبعدين ما تنسوش الراجل اللي فوق ده أكيد مجنون، وأكيد عايز ينش حد فينا. وأنا كل اللي يهمني طبعاً إن أنتم كلكم تخرجوا من هنا بسلام. وما تنسوش أنا 30 سنة خدمة، مفهوم؟
البيت الغريب ده. يا لهوي، الساعة دلوقتي بقت 11. أيوة مدام، أيوة بقت 11. يعني فاضل لنا ساعة واحدة وينفد عمرنا نروح كلنا في شربة مية. الحقوني يا جماعة، الحقوني. ابني يا نبيل، الميت مشي وجثته مش جوه. معقولة؟ الميت مشي يا أخي. صدقوني صدقوني، ولقيت الورقة دي في المطبخ. ايدي عقول؟ يبقى قابلني يا فالح لو عرفت تكشف حاجة. مش قلتلكم؟ أنا قلتلكم في حاجة وحشة هتحصل لحد فينا، ويمكن أكون أنا. وليه ما يكونش أنا؟ تفتكر يعني هو يقصد مين بكلمة الفالح دي؟ يقصد الإنسان الذكي اللي هيكشف سر الجريمة قبل وقوعها، يبقى أكيد يقصدني أنا. أيوة بس إحنا ما عرفناش الراجل اللي كان بيخدم علينا ده ميت ولا مقتول؟ استنوا يا جماعة، استنوا، مش يمكن الراجل المرحوم اللي جوه ده يكون ما ماتش، يكون لسه حي؟ الكلام ده مظبوط، يبقى هو بالشكل ده فعلا نجح. نجح في ايه لما؟ في انه يخلينا نهتم بموضوع مهم جدا، هو موت الولد رئيس الخدم ده، اذا كان مات موته طبيعيه ولا مات مقتول. وبعدين خدوا بالكم بقى، الوقت بيجري، علينا ان احنا نلحق ندور على البني ادم ده اذا كان حي. واسمعوني كويس، انا سخنت يا جماعه. ما شاء الله عليك، يحميك لشبابك يا اخويا. وانت وانت يا اخويا زي ما دخلت زي ما خرجت كده. وعايزاني اعمل ايه بس؟ ولا حاجه، تعمل حاجه تسخن زي الباشمهندس، تسخن كده، تعمل حاجه تبص هنا وهنا تفهم لنا اي حاجه. ايوه الموضوع ده محتاج لشخص يكون صح بس، يبقى ما فيش غير حضرتك. يا ولدي انت اللي بتقوله ده، خلاص خالص اسكت خالص. هو بصراحه الوحيد اللي يقوم بالمهمه دي هو حضرتك. طبعا. ليه انت لسه قايل دلوقتي ان المهمه دي محتاجه واحد من الصحه؟ صح. وبعدين بقى يا حلو، حضرتك الكوماندا. الكوماندا. اخرس يا ولد انت، اخرس خالص. الله، انت طلعت خايف زيي ولا ايه؟ لا انا خايف فعلا، بس خايف عليكم انتم. لو دخلت وسبتكم اكيد ما حدش فيكم هيعرف يتصرف زيي. لا حبيبي، هنعرف نتصرف، اطمن. انت عايز ايه يا ولد انت يا ولد؟ الله، تبقى فاس يا حلو، انت اكيد خايف. ولد انت عايز مني؟ الله 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 الله، ده رايك كوماندا؟ من الصبح عمال تخطط وترسم وتركز وتصحصح، ورينا همتك بقى. خلاص انتوا حرين، ما دام مش خايفين على نفسكم انا ماشي. انا رايح بس شويه. اتفضل. في ايه؟ مين بينازع؟ عايز مني حاجة أنا يعني؟ في إيه؟ أنت تعبان؟ لا ما فيش ايه ده؟ مين اللي صرخ ده؟
ده باين عليك كوماندا. يا خبر، هيكون قتل. تعالوا اما نشوف. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ الميت رجع. يا حمد الابيض، بس ارجوكم هدوء هدوء، عايز اركز. هي ايه الحكايه؟ انت اللي صرخت. ايوه انا اللي صرخت. يا ايه يعني؟ اي حد في مكاني لازم يصرخ. ايوه طبعا ما احنا عارفين، بس ليه؟ ليه؟ علشان البني ادم المجنون اللي قاعد فوق ده اللي عايز يخمني، وانا ما احبش الخم بقى. ها؟ سامعني؟ انا ما اتخمش ابدا. سامعني اللي فوق؟ انا مش ممكن اتخم. يا عيني يا عيني، الراجل اعصابه باظت. اخرس اخرس يا ولد يا ضعيف انت. انا عمر اعصابي ما تتهز. انا عمر اعصابي ما تتهز. سامع؟ انا بقول لك اهو اللي فوق، عمر اعصابي ما تتهز. طب 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 طب، ممكن تهدى شويه وتقول لنا ايه اللي حصل؟ ما انا هادي اهو. يا جماعه يا جماعه اهدوا بالراحه شويه، مش في واحد ميت هنا؟ ها؟ عايزين نعرف دلوقتي الراجل ده مات طبيعي ولا حد قتله؟ خدوا بالكم معايا يا جماعه، انا لقيت رساله مهمه جدا موجهه لينا كلنا. اسمعوها معايا. اتفضل قول حضرتك. ما تتعبوش نفسكم يا اساتذه، الساعه 12 بالظبط هتتم جريمه القتل، والقاتل منكم والمقتول برضه منكم، الساعة 12. يا خبر، دي الساعة بقت 12. وبعدين معاك، ركز يا أستاذ، دي 12؟ معلش، أنا مش قادر أركز، أنا آسف. الساعة دلوقتي 11 ونص. يعني فاضل نص. بقول لك إيه؟ انت تسكت خالص. معقول كده يا استاذ؟ كل شويه تتعب اعصابنا، وبعدين احنا معانا حريم. ارجوكم اهدوا شويه، اهدوا، خلوني اركز واشوف شغلي مظبوط. اتفضل حضرتك. احنا اتاكدنا دلوقتي ان الانسان ده مات موته طبيعيه. وايه اللي يخليك متاكد؟ لان انا بتفتيشه وبالمعاينه بتاعتي وبالدقه بتاعتي ما لقيتش اي اثار، لا رصاصة ولا سكينة. يا سلام، طب ما ممكن يكون مسنون. صح صح صح، انت كمان في الحالة دي بقى احنا محتاجين طبيب شرعي. الحق بيقول ايه؟ الطبيب شرعي قال. طب واحنا هنجيبه منين اذا كناش عارفين التعب من هنا؟ يا ضئيل انت، مش ممكن انا اتصور ان البني ادم ده يكون مات مسموم. طب ليه؟ لانه الدراع اليمين بتاع صاحب القصر يسمه ليه بقى؟ الله يا استاذ، ممكن حد يحب يسم دراعه اليمين وهو حر؟ ايوه. طب ليه ما نقولش يا مدام انه استغل الموقف؟ يعني ازاي؟ يعني البني ادم ده ممكن يكون مات موته طبيعيه، والراجل صاحب القصر ده استغل الموقف، ما هو ممكن يرعبنا باي وسيله. اصل الراجل ده ايه ده؟ ايه ده؟ خبر ايه ده؟ ايه يا عمام؟ ايه؟ وبعدين يا جماعه احنا هنستحمل الحاجات دي كتير يا نبيل. نبيل مش هنا. هو نبيل؟ هو الاستاذ نبيل ده يبقى جوز حضرتك؟ جوز حضرتي؟ لسه بتسالني؟ احنا بقالنا قد ايه مع بعض اهو لسه بتسالني؟ الراجل اختفى. نبيل نبيل الراجل اختفى. هو احتمال يكون اختار اتخطف. اه
نبيل يا جماعه سيبوني اركز. تركز في ايه؟ الله، وبعدين معاكم اصل الولد ده عنده شويه خلل كده. مين ده؟ جوز حضرتك ده اللي بتقول عليه ممكن يكون راح في اي حته، ممكن يكون دخل الصالون. ايوه صح، تعالوا بينا نشوف. يلا تعالوا. نبيل يا نبيل نبيل. مش كنا قاعدين مع بعض؟ ايوه كنا قاعدين مع بعض في الصالون، والناس الناس اللي كانوا معايا راحوا فين؟ وايه اللي جابني هنا لوحدي؟ ايه البيت الغريب ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيت الاشباح ولا البيت بيمشي؟ ها؟ نبيل نبيل لازم تفوق وتركز وتعرف ايه اللي جابك هنا. شفتوا يا جماعه؟ ادينا برضو دورنا ما لقيناهوش. معلش ندور، يمكن نلاقيه في اي حته هنا تاني. ولا احنا دورنا في كل حته، هندور فين تاني؟ يا جثة الراجل اللي كانت هنا اختفت، مش هنا. ايه اختفت رخرة؟ بقول ايه يا جماعه، ما تسيبونا نركز ونعرف الراجل اللي كان معانا اختفى راح فين. الحمد لله النور جه. الساعه دلوقتي 12 الا ربع ونبيل لسه راح فين. راح هناك. اشمعنى سابوني هنا لوحدي؟ انا هنا وهم هناك، طب ليه ما جوش معايا هنا وانا رحت معاها من هناك؟ انا مش ممكن ابقى لوحدي، انا اللي محيرني في ايه هناك وليه ما جوش معايا هنا. انا لازم اروح معاهم هناك، لازم 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 ما ابقاش لوحدي، لازم لازم اروح معاهم هناك، لازم اروح معاهم هناك. لا لا ارجوك، انا ماليش دعوه بالموضوع، انا كنت رافض المبدا من اساسه. ايش معنى اخترت ان انا ده انا اجمل واحد فيهم، كنت اختارها هي دي عصابه من حديد، لكن انا معقول انا لا لا لا, لا. نبيل يا جماعه استنى شويه. ايه امال؟ نبيل نهدى ازاي بس يا عمي؟ الراجل بقى انه انقتل. اخرس يا ولد يا ضئيل انت. يا جماعه يا جماعه ثانيه واحده، الصوت جاي من هنا من اوضه الصفر. اوضه الصفر؟ ايوه. يلا بينا يلا نبيل نبيل جوزي جمالك. ايه يا نبيل الحقني. ايه بس في ايه؟ نبيل قوم قوم قوم. يا لهوي ايه يا نبيل مالك؟ ايه مالك؟ الحمد لله يا امين انك لسه عايش. انا فين؟ انا مت. مت ده ايه؟ انت عايز ترمني؟ ما انت عايش اهو. والله العظيم انت صدقيني انا ميت فعلا. ميت ايه؟ الراجل ده جامد ولا ايه؟ انت لو شفت اللي انا شفته وجرالك اللي جرالي كنت مت برضه. لا 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 اهدى كده واحكي لي ايه اللي حصل. بس ايه اللي حصل؟ بس الاول طلعوني من الاوضه المهببه دي. طب يلا قوم. انا احكي لكم على كل حاجه. قوم 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 امسك نفسك كده. ما امسك نفسك يا نبيل مش كده. في ايه؟ تعالى سند على الاستاذ. يلا تعالى اهدى 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 على الاخر واحكي لنا ايه اللي حصل. انا اسف يا استاذ سيبهولي لو سمحت. لا لا وبعدين امسك نفسك. امال انا بعدين يا نبيل. خلاص يا بابا اهدى، احنا جنبك اهو. امسك نفسك كده. اهدى سيبهولي من فضلك يا باشمهندس. اتفضلي اتفضلي يا مدام. اهدى يا نبيل خالص. قول لنا بقى ايه اللي حصل بالظبط؟ بعد النور ما رجع لقيت نفسي لوحدي خالص فوق الاشباح اللي جوه دي. قعدت ابص يمين وابص شمال عشان الاقي حد فيكو، ما لقيتش اي حد حتى نادي عليكو زي ما يكون كنت في كابوس وصوتي مش طالع. فجأة
رخم عليا واحد لابس السود في السود. شفت بقى يا سمير؟ مش قلت لك اهو ده الراجل اللي انا شفته اول ما جيت. ايوه المهم يطلع مين ده؟ مش يمكن يكون هو صاحب القصر؟ يا جماعه اهدوا بس شويه. اهدى يا نبيل، اهدى يا نبيل. قولي بقى كمل وبعدين ايه اللي حصل؟ يقرب مني وانا كنت هموت من الخوف والرعب. وفجاه هوب عم طلع المسدس وطخ راح ضربني بالرصاص، رحت ميت على طول. كويس قوي. وبعد ما مت عملت ايه؟ قلت ايه يا بني ادم؟ ما انت قاعد معانا اهو بتتكلم. طب والرصاص اللي جه فيا ده؟ رصاص في شنك. يعني انا ما متش؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ يا جماعه احنا لازم نفكر في المصيبه اللي احنا فيها دي، لازم نفكر ازاي نمنع الكارثه قبل ما تحصل. قصدك حد مننا يتقتل يعني؟ بالظبط. يا جماعه هو احنا لسه هنفكر؟ ده فاضل 10 دقايق على الساعه 12. انا عايزكم تهدوا كده وتركزوا، ولازم تفهموا حاجه مهمه، كل الحاجات اللي حصلت دي اكيد مدبره. اكيد طبعا، عشان يقتل حد فينا احنا لازم نخرج باي طريقه من هنا. طب ما تشوف لنا طريقه يا اختي. ما قالوا اذا سمحتي اشرحي لي ايه الطريقه اللي ممكن تخرجنا من هنا؟ يعني مثلا نطلع كلنا فوق وكل واحد يروح في حته ونلاقي مناط ننط منه ونهرب من البيت ده كله. ايوه صحيح، بس ده يعني لو لقينا مناط ننط منه هنفترق كلنا عن بعضينا، وده هو اللي عاوزه. في الحالات دي يقدر يستفرد باي واحد فينا ويصطاده، تمام؟ اه بس كان يقدر يعمل كده من بدري في وسط الحركات الارعب كتيره اللي شغلنا فيها. ايوه يا مدام اسمعيني بعد اذن حضرتك، هو ما يقدرش يعمل الحاجات دي دلوقتي لان الساعه لسه ما جاتش 12. الله، يعني كلام الراجل طلع مظبوط بقى مش تخاريف. طبعا الجريمه اكيد هتحصل الساعه 12، لكن المهم الدور هيبقى على مين تاني؟ على الانسان اللي يقدر يكتشف مين القاتل. يا سلام، ودي يعني محتاجه نباهه يا استاذ ما واضحه زي الشمس، اكيد هو القاتل. طب ونثبت ده ازاي؟ ها مش هو اللي مدبر كل الالعاب دي؟ ايوه بس هو قال ان القاتل هيكون مننا. مننا؟ يعني ايه؟ يعني مش بعيد ان حد فينا يكون مشترك معاه. وحد فينا بقى هيشترك معاه ليه؟ عشان الفلوس. هو مش القاتل هياخد فلوس برضه ولا ايه؟ يا عيني، هي المسألة فيها خيانة؟ يا اخوانا فاضل 5 دقايق. على العموم علشان نضيع عليه الفرصة دي لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، نمسك ايدينا في ايدين بعض وما نسيبهاش ابدا لغايه لما تدق الساعه 12، بعد كده نعمل اللي احنا عايزينه. برافو عليك يا كوماندر، فكره هايله. مش كده؟ خدوا بالكم بقى، احنا نمسك ايدينا في ايدين بعض ومهما حصل من العيب، حتى لو الدنيا ظلمت، حتى لو حصل صريخ، ما نسيبش ايدينا من ايدين بعض ابدا، لان اللي هيسيب ايده من ايد التاني يبقى اكيد هو اللي مشترك في الجريمه. صح؟ يلا فاضل دقيقه واحده. استنوا، سامعين؟ ايوه فعلا انا سامع حد بينقر من ورا الباب ده، مش كده؟ اكيد من ورا الباب ده. تعال ورايا. اهلا. اهو لا في جريمه قتل ولا حاجه، كل حركاته طلعت حركات عيال. يا كذاب. ها وهي الساعه بقت 12، لا في جريمه قتل حصلت ولا حاجه، صح؟ لازم نبلغ البوليس عشان كل الاجراءات تبقى سليمه. بس هنبلغ البوليس ازاي؟ بالتليفون يا اخي. وهنلاقي تليفون فين دلوقتي؟ اكيد اكيد هنلاقي تليفون فوق في الاوض اللي فوق في القصر ده. مظبوط، انا موافق على الكلام ده. عظيم، بس من هنا بقى لغايه لما البوليس يجي لازم يا جماعه ننتشر في جميع ارجاء القصر ده، يمكن
يمكن نلاقي خيط يوصلنا للحقيقه. نعم انا ما اقدرش انتشر لوحدي. لا يا بيه ما تخافش انا معاك هنتشر. هتنتشر. يا بيه يا ستي راح عليكي. انت لسه متمسكه على ايه؟ ما الراجل اللي كان هيقبضك فلسع. فلسع ايه؟ بلاش احباط. انا عندي امل كبير قوي في الباشمهندس. يا جماعه يا جماعه مش وقت اعتاب دلوقتي ويلا بينا. خلاص يا جماعه يلا انتشروا. تعالوا ورايا. اتفضلي يا مدام انتشري معايا حضرتك. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك ان باب القصر مقفول علينا ومش عارفين نخرج. ايوه، زائد كمان ان القاتل ممكن يكون لسه موجود في القصر ويحاول يقتل اي حد فينا لو فكر يكشفه. ايوه. طيب يا فندم، حاضر، مع الف سلامه. ادينا بلغنا البوليس. كويس قوي. من هنا بقى لغايه لما نبلغ البوليس. ما احنا بلغنا البوليس. يبقى من هنا بقى لغايه لما البوليس يجي انا هثبت لكم ان انا الوحيد اللي يقدر يكشف سر الجريمه. يا سلام. طب ايه رايك بقى ان انا اللي هكشفه؟ هتقدر؟ هتشوف. على العموم انا احب قوي التحدي. يا ضئيل. نعم يا باشا. ورايا. على فين بس يا باشا؟ من غير سؤال يا ولد. ورايا قدامي. مدام. نعم يا باشا. ورايا. على فين؟ اصل انا جات لي حته فكره واحتمال تنجح. ورايا قدامي. معقوله جوزي بدا يفكر؟ الحمد لله. وانت يا سمير هتفضل قاعد هنا؟ ايوه. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان الشاشة دي. ومالها بقى الشاشة دي؟ الشاشة دي أكيد وراها حد بيراقبنا. طب وده معناه إيه؟ معناه إن إحنا لو ركزنا وفكرنا وقعدنا ندور. استنى بس يا نبيل، يا نبيل استنى بس، فهمني فهمني. طيب أنت ناوي تعمل إيه بالظبط؟ يا نبيل أنا محبش أمشي كده زي العمية مش فاهمة حاجة. استنى من هنا مش تفهمني ناوي تعمل إيه؟ هقول لك على كل حاجة دلوقتي. بس تعالي ورايا بسرعة. ولا عزوز. ايوه بيه. بص السلم اللي عندك ده. اه ماله؟ شايفه؟ شايفه. السلم ده باين عليه سلم سري. ده هيحل اللغز اكيد. تفتكر بيودي على فين؟ انا عارف يا بيه. عندك؟ لا. يعني اكيد بيوصل لجوه. اه طب عايز نعمل ايه يعني؟ يلا يلا. ايه؟ نط. نعم نط على السلم. انط فين يا بيه؟ انا رقبتي تتكسر. مش مهم رقبتك، المهم نحل اللغز. يا سلام. طبعا طبعا. ايه بس؟ دول 20,000 جنيه بني ادم. يلا. هو انا بايع عمري؟ يلا. ثانيه واحده بس هقول لك يا بيه. هقول لك في باب تحت اهو، اكيد ده بيودي على داخل الفيلا. ثانيه واحده. طب كويس. ثانيه واحده. يلا اطلع انت. طيب. ها انا هحبلك من هنا. اوبا. لقيت حاجة؟ تخيلي الصورة دي والجواب ده ممكن يكشفوا القاتل الحقيقي. تفتكر هيكون فيهم حاجة؟ استني ما تشوف الجواب ده فيه ايه. اصل انا البوليس علمني ان الدليل ممكن يكون في ابسط الاشياء. يعني انت ممكن تلاقي الدليل في حتة في جيوب المرحوم؟
وليه لا؟ ايه؟ يا خبر، مش ممكن، مش معقول. ايه لقيت فيها حاجة؟ تصوري ان البطاقة دي بتكشف مين هو القاتل الحقيقي. معقولة؟ انا هفهمك على كل حاجة. اهلا اهلا بحضرة القاتل المحترم. الله، انت عارفني؟ طبعا. طب انا مين؟ هتكون مين يعني؟ رئيس الخدم المسؤول عن الكلاب والقطط والارانب والصراصير والحاجات دي كلها، مش ده كلامك؟ لو عندك الشجاعة اكسب القناع اللي على وشك ده، اكسب. مش ممكن الميت. ميت مين يا ولد؟ هو كان عامل الميت وعشان يسبك علينا الدور كتم نفسه، انما نبضه كان شغال وقلبه كنت سامعه بوداني دي عمال يقول دم 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 دم. الله، طب ما كشفتنيش ليه ساعتها قدام كل الناس؟ لأن كنت متأكد إنك أنت عايز تعمل ملعوب، وكان نفسي، كان نفسي أوي أكشف سر الجريمة قبل ما ترتكبها، لكن للأسف انتهزت فرصة الهرج اللي إحنا فيه وارتكبت جريمتك وحاولت تلزقها لواحد فينا، مش هي دي الحقيقة؟ فعلا هي دي الحقيقة. لا يا عزيزي، مش هي دي الحقيقة. أنت بتقول إيه؟ الحقيقة في إيدي أهي، يعني في البطاقة دي. بطاقة إيه دي؟ دي البطاقة بتاعت صاحب الأصل، ماله مالها؟ بس فيها حاجة مهمة جدا، بس حضرتك ركز مكتوب فيها إيه؟ خصوصا في خانة الوظيفة. هيكون مكتوب فيها إيه يعني؟ مكتوب فيها إن صاحب الصورة دي بيشتغل رئيس الخدم في القصر ده. يعني ايه ده؟ يعني اللي واقف قدام حضرتك ده هو صاحب القصر الحقيقي. يا خبر ابيض، يعني جدع المقتول جوه ده يبقى هو رئيس الخدم؟ بالظبط كده. ايوه بس مين اللي قتله؟ ما هو واقف قدامك اهو. هيقتلوا ليه ده؟ عشان يحقق انتصار زايف علينا، عشان يثبت لنا ان كلامه طلع مظبوط، القاتل منا والمقتول منا، مش كده؟ بس للاسف الجريمه الكامله عمرها ما تتم، لازم المجرم يسيب اي دليل حتى لو كان صغير، والدليل كان في البطاقه دي اللي نسي يشيلها او خاف من بصماته عليها تكشفه. مش هي دي الحقيقه؟ كلامي صح ولا غلط؟ فعلا عندك حق، كلامك صح. لا غلط. انت بتقول ايه؟ كل الكلام اللي بتقولوه ده غلط. طب ايه السبب؟ السبب الحقيقه اللي بتدوروا عليها كلكم موجوده في الصوره دي والجواب ده. متين غريب. لا، هو هنا متصور مع اخوه التوأم. التوأم؟ طب وده يبقى مين؟ ما هو ده الاخ التاني اللي عمل كل القلاعين دي كلها. طب الاولاني راح فين؟ هو الاولاني شفناه ميت. الله، يعني ده بقى اللي كان بينقل الجثه من مكان لمكان؟ بالظبط، عشان يضللنا ويلعب باعصابنا، ساعه الجد يضرب ضربته. انا مش مقتنع بالكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده خالص. ولا انا مقتنع. طيب عشان اثبت لكم صحة كلامي اسمعوا المكتوب في الجواب ده. أخي العزيز، بعد التحية استعد من الآن، كل شيء تمام. المطلوب منك الالتزام بما اتفقنا عليه. أما عن المبلغ المطلوب فرغم أنه مغالى فيه إلا أنني موافق عليه، ولك مني جزيل الشكر.
وماضي طبعا. الله، يعني انا ما اكتشفتش القاتل الحقيقي؟ بالظبط. طيب والبطاقه دي؟ البطاقه دي مزيفه، هو اللي حاططها عشان يضللنا. واشمعنى ما يكونش الحاجات اللي معاك دي مش مزيفه وهو برضه اللي حاططها؟ يا ناس يا ناس يا حالم يا هو، انا دماغي حطير لما حضرتك طلع غلط وانت غلط وانت غلط، امال هيبقى مين اللي صح؟ انا. انت انت ايه؟ انت مالكش اي كلام معانا. بالعكس، ده انا الوحيد اللي ممكن احكم بينكم. يا ابني سمير الحقني. اشمعنى انت يعني؟ لان انا الحقيقه التايهه اللي بيدور عليها كل واحد فيكم. وايه اللي يثبت لنا صح الكلام؟ الادله القاطعه والبراهين. ازاي؟ انا هقول لكم ازاي. اتفضلوا معايا. بقول لك ايه؟ انت هتلعب معانا تاني؟ لا ما تخافش، اللعبه خلاص انتهت. اتفضلوا معايا كلكم على الصالون. اتفضلوا. الحقوا يا جماعه! ايه؟ الحقوا! الحقوا! ايه يا ضئيل انت في ايه؟ بصوا لقيت ايه؟ مش ده شكل الكلام الصعب الاصل؟ ايه ده؟ بس السكينه مش حقيقيه. طلع مش ايه؟ لا 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 بقى، احنا لازم نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. حالا هتفهموا. ايه رايكم بقى؟ مفاجأة مش كده؟ لا انت ما متش ولا ايه؟ ما انا قدامكم اهو صار سليم. طب الراجل ده؟ ده هو مش كان ميت؟ ما انا واقف قدامكم. امال مين اللي مات؟ انا. ما حدش مات يا عزيز. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني ببساطة مفيش جريمة قتل تمت بالمرة. وطبعا لا فيه قاتل ولا مقتول. هلا، يعني حضرتك بعت لنا دعوة وجايبنا هنا عشان تلعب بينا؟ مش عيب عليك؟ راجل كبارة زي حضرتك كده تلعب بينا الألعاب الفارغة دي؟ برأيي يا أستاذ زكي، أنا كنت فاكر إنكم أذكياء وهتكشفوا اللعبة دي من الأول. يعني لا مؤاخذة في سؤال حضرتك، الموضوع فعلا كان جد وحضرتك كنت عايزنا نكتشفه؟ يعني في شيك وفي فلوس؟ طبعا يا مدام. والشيك في جيبي اهو، نص مليون جنيه. نص مليون جنيه؟ لكن يا خسارة، الشيك ده ما عادش له أي أهمية. على الأرض؟ أنا هو برضه ده كلام فارغ اللي أنت بتعمله. بس اللي انا عايز اعرفه بقى، ازاي حضرتك قدرت تخدعنا كلنا بالشكل ده؟ لان كل حاجه كان معمول حسابها بدقه وترتيب. يعني بمعنى اصح، معمول حساب تفكير كل واحد فيكم، بيفكر ازاي وهيفكر بايه. وهنا بقى الذكاء. طب والبطاقه اللي لقيتها والجواب ده والصوره؟ كل حاجه كانت متوضحه. أنا اللي اديت الإشارة للأخ ده عشان يكشف نفسه للأستاذ ده، عشان يتصور إنه كشف سر اللغز. وأنا اللي زورت البطاقة وحطيتها في جيب جثتي ساعة لما كنت ميت. وأنا برضو اللي حطيت الجواب والصورة في المكان اللي حضرتك لقيتهم فيها. كل شيء كان مدروس بدقة. أمال إزاي أثبت تفوقي عليكم رغم انكم من رجال البوليس المحنكين؟ يا اكيد اكيد في حاجه من اللي انا كنت مرتبها في مخي فاتت عليا. يا جدع اجري روح بقى. اخرس يا ولد يا ضعيف انت. يا خساره، نص مليون جنيه ضاعوا عليا والورقه اتقطعت قدام عينيا. معقوله يا دولت كل ده ولسه بتحلمي بالفلوس؟ مفيش داعي للندم يا اخوانا، كل واحد جواه نقطة ضعف هي اللي خلته ما قدرش يعمل حاجة. أنت مثلا يا زكي بيه. أنا عارف كويس، عارف نقطة ضعفي كويس. كنت عارف نفسي وبس، كنت متصور ان انا العبقري الوحيد اللي يقدر يكسب.
تكشف لي اي جريمه. اللي يقدر يفقس البيضه يطلع منها الانسه انا فيه. جريت وراها. يعني الجرايد كل ده كان وهم كبير، وده اللي خلاهم فصلوني من الخدمة. مع اننا انسان عادي عادي جدا، كان لازم اكتشف الحكاية دي من زمان عشان ابدا حياتي من جديد. انا دلوقتي بس عرفت الحقيقه، عرفت ان انا انسان عادي ولازم اعيش انسان عادي. وانا كمان عارف نقطه ضعف، أفضل حاجة في الدنيا إنك تكون إنسان جبان خواف، لأن الخوف حاجز بيخلي الإنسان ما يقدرش يعمل أي حاجة في حياته. أنا كنت إنسان طبيعي، وبعد الحادثة اللي حصلت لي اتغيرت كل حاجة في حياتي. سبت شغلي وجاني مرض الخوف، لكن رغم كده حمدت ربنا ورضيت بنصيبي، كنت عايش في سلام. لكن للأسف كنت مرتبط بإنسانة جشعة ما بتفكرش غير في الفلوس، موقفتش جنبي في محنتي. خلاص يا نبيل، أنا اتعلمت من الدرس ده وما عدتش أفكر في الفلوس، في الوهم اللي أنا جريت وراه. أنا كان بيتهيألي إن أنا أقدر أتحمل أي حاجة عشان أوصل للفلوس، لكن خلاص خلاص فهمت إن البني آدم لازم طموحاته تبقى على قد إمكانياته. وخلاص يا نبيل صدقني، أنا هسمع كلامك في كل كلمة تقولها لي، وهعيش معاك على قد ظروفي. والحمد لله، الحمد لله قوي إنه سلمنا من الورطة دي. أحلامي كان ممكن أحققها خطوة خطوة، لكن أنا اتسرعت. أول ما اترمالي الطعم مسكت في الشبك، عايز أنط 20 درجة مرة واحدة. معقولة؟ بقى ايه المسكينه دي؟ لسه عروسه وفي شهر العسل. هو ده العيب اللي خلاني ما اعرفش اكشف سر اللغز. سامحيني وفاء. مش بيقولوا خدوا الحكمه من افواه؟
السيد الشاويش جلال بيك عبد الله. انت جيتي يا ميرفت؟ هو انا اقدر استغنى عنك؟ انا جيت لما حسيت انك محتاج لي. الكلام ده انت قلته لي السنه اللي فاتت وبعدها على طول. بالظبط، وبعدها اتحطيت في مستشفى الامراض العقليه. ايوه حصل، وده اللي هيحصل برضه المره دي. على مهلكم، على مهلكم، انا مش هحرم، انا مش هحرم. استنى استنى، انا العبقريه، انا البدله، البدله يا ابني، البدله، انا العبقريه، انا العبقريه، انا العبقريه، انا العبقريه.